يلي تلاف سور من برا. تشجع ولدها يا ابوي اخر العنقود. تشجع بس. والله يا بس ما تشجع على رجال. انا رئيس رئيس العصابة. يا ابوي ابتعد اسم. من هنا جيراننا كانوا متفاعلين مع المسابقة. ايوه. كانوا متابعين سنام ما شاء الله. طلعوا الشاليه اللي جنبنا. فالاخوان من يعني نتعرف عليهم. انا اخوك ياسر عاشور ابو تركي. وعبد الملك وعبد العزيز مصلي. ونعم. ما شاء الله شباب يتابعوكم. فقالوا لي ترى في ما شاء الله شباب هنا موجودين جنبك وفي مسابقه ب 3000. قلت عاد الجيران لا. تسلم. نحن مننا اللي يفوز ان شاء الله بكره كمان له دباب البحر بين يده. اوه طيب. اليوم كامل معك. تسلم. انتم عاد اخوان وجيران. بيض الله وجهك يا جار وتسلم. شكرا شكرا. بالعكس مداخلة حلوة صراحة منكم انكم يعني الجمهور في كل مكان ما شاء الله متابعينكم ما شاء الله ملايين كل الناس قالوا لي ترى جيرانك مثل ما تسلم يا بعد راسي. شكرا الله يعطيكم العافية. في كل طلعات البيت ورحلاتنا تب الشغل يصير تكانه وزينه ومرتب عند ابو عقاب. ها وش اليوم العشاء وش يا ابو عقاب؟ اليوم مشاوي تركية على كيف. يا سلام. من وين في تركيا يا حبيب؟ أنطاكيا. تشكر درم يا دوب قدرت أخذ هالصيخ من أبو عقاب ولا العشاء باقي ما خلص. ها غزاي بروح ندلف مع أبو عقاب باقي العشاء ما خلص يا دوب. يا رجال دوب أخذت من الصيخ. لا هذا مو بلك. هذا مولي. هذا بعطي أمك وأمي وأبوي. هات خل أمي وأمك أقول. سم يا أبوي سم. تسلم. الله يوفقك يا ولدي على هالطلعة المبروكة اللي جمعت فيها الصغار والكبار. تخبر يا ابوي يوم من طلعاتك تودينا. تخبر يوم على حسب ظروف الدوام وعلى حسب ظروفنا تودينا المشهد. عندي وقت اخذ لي 3 ايام 4 ايام وتودينا النقبة الحمراء وفي الليل تضربنا وترجعنا. فلك الحين احسن شيء. اما اخذت معكم تيس ولا جيت لكم باكل المكان ذاك وردكم والوقت معنا يعني. وليش الضرب؟ اكيد انتم عبثين. يعذين ضرب باب انتقام تربية. يا قلبي عشان ربيكم ما تضربون بعض ويصير عندكم الفة ويصير عندكم تسلم يا ابوي ما تقصر. ها يا ابو سعد. ها يا دكتور.